أجندة سنتي. في الأجندة سنتي كالعادة قدموا لكم أهم الأرقام الرسمية التونسية، واليوم حبيت نحكي لكم على الجمعية التونسية لمرض الأبطن، حساسية الجلوتين اللي نعرفها. وأكدنا رئيس الجمعية أن المرض هذا منتشر بكثرة في تونس ويبلغ عدد المصابين به 100,000 إلى حدود سنة 2000، إلا أن الدولة اليوم ما زلت ما تعترفش به وما تمتعش حاملي بأي تغطية اجتماعية أو تكفل بمصاريف الغذاء. وهذا مع العلم أن الدولة التونسية تمنح مساعدات مالية للجمعية لمساعدة العائلات المعوزة على الحصول على المواد الغذائية الخاصة بحميتهم، وإن قدرت قيمتها سنة 2020 ب 45,000 دينار و 80,000 دينار لسنة 2021. ومرض داء الأبطن هو التحسس من مادة الجلوتين اللي نجدها خاصة في مادتي القمح والشعير، وهي مادة زلالية تتسبب في التهابات في الأمعاء الدقيقة كونها لا تمتص الأغذية بصفة جيدة. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم.